على راسي. كيفك يا معلم جبير؟ هلا يا حصتي. اسمع، نص اللحم سوي شقر، والنص الثاني قطع كباب، والراس اسلخه، بدي اسوي عليه منسف، والرجلين نظفها منسويها زينة، والجلد لا تاخذه، نعمل منه سجادة صلاة، والكرش والمصارين منسويها فوارغ وكرشات، والفضلات سماد للشجرة، والعظام للكلب. أحا، وشو رأيك تسجل صوتي تعمل ورني؟ إذا عجبتك القصة احضر هذيك وهاي، ومش غلط تعبرنا بلايك وتسلخ سبسكرايب.